الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على شيخنا واجمعنا معه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال باب الربا والصرف. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: الربا في اللغة هو الزيادة. قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقال تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر عددا. يقال أربى فلان على فلان إذا زاد عليه، وهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وحرم الربا وما بعدها من الآيات. وأما السنة فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنب السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وممكنه وشاهديه وكاتبه. قال متفق وكاتبه نعم. جزاك الله خير. مسألة الربا مسألة عظيمة جدا، ليست بالهين. لذلك أمر الربا أمر فيه عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، يعني يعجل بعقوبته، لا تؤجل، يعجل لهم بالعقوبة الدنيوية قبل الأخروية. والعقوبة الدنيوية فيها أمور: الأمر الأول محق البركة، طلبوا زيادة فأوتوا بنقيض قصده. ولذلك قال الله تعالى: قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: وما أتيتم الربا ليربو عند الله فلا يربو عند الناس، وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هذا جاء موقوفا مرفوعا: الربا إلى قل، الربا إلى قل، الربا إلى قل، لا زيادة فيه. وأيضا العقوبة الثانية بأن صاحبه ملعون، ونعوذ بالله من غضب الله، لا طرد ورحمة الله جل وعلا، قلما يوفق ملعون، قلما يوفق ملعون، وطرد. الأمر الثالث الأصعب من ذلك الحرب، وحرب الله لا هوادة فيه، وهي حرب حسية وحرب معنوية. من الحرب المعنوية أن يصيبه بالهم والغم، ما في فرحة عنده، ما في، تراه مهموما مغموما حزينا مكتئبا. انظر لكل من يتعامل بالربا واسأله، يقول لك: اختنق في اوقات ما اعرف افسر ما الذي بي. احنا نفسر لك، الله بيحاربك، حاربك من داخلة نفسك، القلب لا يرتاح. فاكل ربا امر عظيم جدا في هذا الباب. والحسية محق البركة، وقلنا بانه لا يوفق. ما الذي اخذه لشيء يرى خراب في هذا الشيء، لا 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 يستدين معه اي شيء، لا يستقيم معه اي شيء، كل شيء معه يذهب. درهم واحد ربا على كل أموال الحلال ممكن يفكشه، يمكن أن يعني يذهب به عقابا. ذاك الربا هو زيادة في اللغة، هو زيادة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. أن تكون أمة هي أربى من أمة. وأيضا في الاصطلاح عند الحنابلة، لأن في تعريفات كثيرة جدا عند الحنفية وعند الشافعية، كلها خلاصتها تدخل على هذا الباب. الشرع الربا في الاصطلاح هو الزيادة في أشياء مخصوصة، يعني في الأموال الربوية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والربا كما سيأتي أنواعه: وربا فضل، وربا نسيء، بعضهم يقول ربا، وربا اليد، وكل هذه ترجع إلى ربا فضل وربا نسيء، ترجع إلى ربا الفضل وربا نسيء. نعم. وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماعها لصافا مضاعف. قلنا يعني هذا رد عليه سيطة، قلنا المفهوم هنا إيه؟ غير مراد، لأن الصفة هنا صفة إيه؟ كشفة. كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. والدلالة حديث درهم واحد ربا أشد من 36 زني، ولعن الله آكل الربا، عين الربا. نعم. وأما في السنة فكثير، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. شو الشهادة؟ شهادة تعالى اسم العضوان ملعون. لذلك احنا قلنا الذي يعمل في البنك هذا ملعون وعليه اللعنة. كل احد يعمل في البنك ملعون، اي بنك موجود في اي بلده هذا سبب خراب البلده اللي موجود فيها. تصريحه انا قلتها ببجاحه، صراحه ببجاحه، تحديت قلت لهم اريد اقتصادي واحد عالمي
يستطيع يرد علي قولي السبب الرئيس في انهيار اقتصاد البلاد هو التعامل بالربا. اليهود أنفسهم هم اعترفوا بذلك. اليهود أنفسهم يعترفون بذلك. ولذلك كان كندا وغير كندا كانوا بيتصلوا بي يريدون مخارج في الفيزا كارت اللي ما يكونش فيها ربا. مش عايزين يتعاملوا بالربا. بعض الدول صفرت الفايدة. فالربا هدام الاقتصاد. كل ربا هدام الاقتصاد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين. يعني ده ملعون لعنة سودة في هذا الباب. شوف كريم معنا في الدرس كل شوية ينغشني بيقول لي والبنوك ليست رواية على قول الشافعية. جيبها بالوزن ماشي يا أدوسي. يسكت الحق أن البنوك هو الذي قال ده اللي قال بالإجماع أو المغفل اللي قال بالإجماع. قلنا له قال لي المنية. طب خلاص أخذ فوق دماغه وهو جالس بيسمع الدرس. فالحقيقة أي مشاركة على الربا خطر عظيم على الإنسان. فلو قدم لهم الشاي فعدلوا الراس وكتبوا القرض بتعديل راس هو أصلا مشارك معهم في هذا الاسم. لعن الله أكل الربا وموكله وكتبه وشاهديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع سبع المبقات المهلكات كبائر عظيمة من أكل الربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكل الربا قال درهم واحد ربا أشد من 36 دينار أقلها أن ينكح رجل أمة. حيث ذا فيه ضعف لكن حسنه الألبان حسنه غيره لكن هو جاء مقفا ومرفوعا. وانظر هنا الاقتران قرنها بالشرك والعقوق وقصر المحصنات والزنا والقتل. الأمر عظيم. ومالك قال بذلك. مالك قال ولو إيش قال ولو قال لامرأته يعني إن ما تكون عقوبة أكبر عقوبة زغرة في الكتاب الربا فأنت طالق. قال يمسكها ليوم الدين. أو عمال يشد عليك مش هقول مش هنقول لك بقى اللي بيقولوا عليك يا أستاذ مروان. لكن هو بيقول إن هو ما قالش بالإجماع. عامة إحنا بينا لهم المسألة خلاص وما فيش حاجة اسمها اتفاق لأم الأربعة. هناك رواية حنفية وقالت بأن المني لا يفتر عند الحنفية. قال المني لا يفتر يعني خلاف الأئمة الثلاثة. نعم. إذن الربا حرام ويعني المساعدة فيه جرم كبير. قال وفي أخبار سوى هذين كثيرة وإجماعت الأمة على أن الربا محرم. إجماع والقياس على ذلك لأن القياس عليه ظلم. لأن الربا ظلم يرتفع صاحب المال ويضعف الذي يحتاج إلى المال. تفضل. قال فصل والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. وأجمع أهل العلم على تحريمهما. وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم فحكي عن ابن عباس رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. عملت ربا الفضل هو زيادة في الجنس مع التقابض في المجلس. زيادة في الجنس من الصنف الربوي مع التقابض في المجلس. كان يعطي ذهبا مصنوعا كمائة جرام بمائة وخمسين مكسر غير مصنوع أو فرق الصنع. هذا ربا الفضل الزيادة على جنس الزيادة من الجنس. وربا النسيئة على وجهين أعظمه ربا الجاهلية زيد في الأجل وزيد في الدجل. هذا ربا الجاهلية النسيئة. وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. من ذلك أن يبيع غائب بنائز من الأصناف الربوية. أن يبيع غائبا بنائز من الأصناف الربوية. فاهمين سورة يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والفضة قال لا تبيعوا غائبا بنائز أو ذهب بالذهب. وحتى لو مستوي يعني لباع 100 جرام و100 جرام لأجل لأسبوع هذا ربا النسيئة. هو الآن قال لا تبيعوا غائبا بنائز. فلو باعه كان هذا ربا النسيئة. هذا أعظم. وكلاهما حرام لكن الفارق بينهما ربا الفضل تحريم وتحريم وسائل. يعني بقى تحريم وسائل يعني تحريم وسائل يخف قد تلجي الحاجة إلى الاستثناء كما أن سلم يعني بيّن الشرع الحاجة الملجئة إلى العراية. رخص العراية هذه ربا. بيع الثمر بالتمر بيع الثمر على النخل بالتمر هذا خرص.
انا ده خمسه اواسق اقول لك هذه خمسه اواسق رطب ولو يبدع على النخل خرصا ادي جهاله اهي والجهاله الثانيه ايش ها ينقص الرطب اذا يبس صحيح فرخص فيها مسلم في خمسه في الحمد لله في خمسه اواسق او دون خمسه او دون خمسه اواسق نعم هذه كلها صعبه لكم بقى ترخيص هو الان لان الربا فيها ربا فضل ربا فضل ابن تيميه يرى ان زياده الصنعه جائزه لانه الحقيقه ان ربا الفضل كان في اول الاسلام جائز دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فقال لهم ابن عباس اخذ بهذا وقال لهم لا ربا الا في النسيئه حديث اسامه سياتي انا اتركه حتى ياتي فنشرحه لان المقصود في بادي الامر كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين واقر النبي حتى جاء الوحي فمنع ذلك اما تحريم النسيئه من اول الاسلام قال الا وان ربا الجاهليه موضوع تحت قدمي هاتين واول ما اضع ربانا ربا من ربا العباس ربا العباس مفهوم نعم تفضل ولا بحق عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا إنما الربا في النسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة قال رواه البخاري قال والمشهور من ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما ثم إنه رجع إلى قول الجماعة رضي الله عنهم روى ذلك الأثرم بإسناده وقال الترمذي رحمه الله وابن المنذر رحمه الله وغيرهم وقال سعيد رحمه الله بإسناده عن أبي صالح قال صحبت ابن عباس رضي الله عنهما حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف يعني أنا في خلاف أنه رجع ولا ما رجع نعم وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سألت ابن عباس مع أن الرجوع نقلوه في مسلم أنه كره ذلك الحقيقة في تزبزب رجع أم لم يرجع كالمتعة أيضا لكن ابن عبد البر حسم المادة قال راجع ابن عباس لم يرجع ابن عباس لا قول لأحد كأنما كان مع من مع قول النساء لا قول لأحد كأنما كان مع قول النساء عن سعيد بن جبير رحمه الله قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم يرى به بأسا وكان يأكل رأيت ما رجعش أهو ما رجعش ده قبل ما قبل أن يموت بعشرين ليلة وأنا قلت لكم الذي يعني أوهم ابن عباس في ذلك إيه إنه كان الأمر على الحل على الإباحة في أول الإسلام دخل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ثبتت عنده عندما قال له أسامة لا ربا إلا في النسيئة إنما ربا في النسيئة يعني الحقيقة في هذا الباب هو الخلاف بين الجمهور بين ابن عباس وقال به زيد بن ثابت وأسامة بن زيد أسامة بن زيد لأنه الذي يروي الحديث لا ربا إلا في النسيئة وهذا لغة أسلوب حصر وقصر لا ربا نفي وأثبات وأيضا بقولي إنما من أساليب الحصر أيضا إنما الربا في النسيئة وقال إنهم كانوا يتبعون الدرهم بالدرهمين نحن نقول أولا الأحاديث صحيحة وأيضا التعامل في المدينة كان صحيحا لكن إحنا عندنا أدلة محكمة على التحريم أول أدلة المحرمة المحكمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين والأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل آدم بيد ها أنواع قال ولا تشف بعضها على بعض لا تزيد وفي رواية قال فمن زاد أو استزاد زاد من نفسه أو استزاد طلب الزيادة أو استزاد فقد أربى يبقى كل زيادة إيش دي محكمات ولا محتملات محكمات صح ولا لا هذه محكمات وأيضا اللعنة الذي يصل الإنسان بها هذا محكم وناتي إلى ما استدلوا به أولا أقوى شيء أنهم كانوا يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين قلنا هذا في أول الإسلام وقد نسخ بصريح قول النبي لا البحر الأحمر ولا البحر الأزرق عايشين معنا ولا مش عايشين معنا قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين محكم ومشروع هذا ظاهر في هذا الباب فقالوا إذن إنما ربا في النسيئة لا ربا إلا في النسيئة كيف بقى نجيب عن ذلك نقول لا ربا إلا في النسيئة نفي وأثبات صح إما نقول لا ربا حقا إلا في النسيئة
التفاضل ليس فيه ربا، أو نقول لا ربا كامل إلا بالنسيئة، صحيح ولا لا؟ طب إيه اللي يجعلنا نقول بذلك؟ ما الذي يحملني على تفسير من التفسيرين؟ الأصل لا ربا في النسيئة يعني ما فيش ربا في الفضل، ده الأصل، وده اللي فهمه ابن عباس، وده صحيح في الفهم. لكن أنا أقول له أن ألجأتنا المحكمات إلى التأويلات، لما نقول إنما الربا الكامل الذي عليه العقوبة العظيمة في النسيئة، لا ربا كاملا عند الله إلا. ما الذي دعاكم للتأويل والأصل عدمه، والأصل حمل اللفظ على الظاهري؟ قلنا المحكمات. فين بقى المحكمات؟ لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، قال تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تشفوا، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لذلك قلنا الرد على ابن عباس في هذا الباب، أن نقول له في هذا أولا تبيعوا الدرهم بالدرهمين منسوخ، كانوا يبيعوا الدرهم بالدرهمين. الأمر الثاني لا ربا في النسيئة عن لا ربا كامل، تأويله للجمع بين إيش الروايتين مش تضاد، كله أخرج من مشكات من مشكات واحدة. نعم تفضل. فلو الصحيح قول الجمهور تحريف أبي سعيد، لا رد على من هو سألت قول ابن عباس، خلينا رد على ابن عباس. قول الحديث أبي سعيد، لحظة، احنا الثابت عندنا أنه لم يرجع، المحتمل أنه رجع، وبعدين الذي أثبت أنه لم يرجع أخص تلاميذه سعيد بن جبير، قال وقبل أن يموت بعشرين ليلة سألت عن الصحابة، قال لا بأس به. تفضل. صحيح قول الجمهور لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيد، يعني لا تزيد، ولا تبيعوا غائبا بناجز، غائب بناجز على ربا النسيئة، أو هذا كله ربا الفضل، ثم جاء ربا لا تبيعوا غائب بناجز. وروى أبو سعيد رضي الله عنه أيضا قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا يا بلال؟ قال كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ليطعم النبي ولو في النسخة عندك منصوبة فيها خطأ، أو يقول ليطعم النبي، ها عندك يطعم بس كده يبقى صحت كده، لكن ليطعم النبي، لا قال ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول عين الربا لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، قال متفق عليهما. قال النبي رحمه الله على حديث أبي سعيد رضي الله عنه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة محمول على الجنسين، يقول لا ربا إلا في النسيئة محمول على إيش؟ على الجنسين اللي هو ذهب بفضة نسيئة، فهم كيف؟ أنا أقول المهم أنه لا ربا على النسيئة، ده التوجيه الثاني، التوجيه الأول لا ربا إيش؟ كامل، التوجيه الثاني أنه يحمل على الجنسين مختلفين متفقان في إيش؟ في العلة، متفقان في العلة، يكون التقابض ليس في المجلس، فيكون هنا لا ربا إلا في النسيئة في هذا على الجنسين، والجنس الواحد يكون فيه ربا الفضل. والحقيقة في هذا الباب لأنه الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا التوجيه قوي أيضا، ليش؟ لأن مثلا أباح الإيه؟ الزيادة بقولها بركة فبيعوا كيف شئت أباح الزيادة، فيبقى حصر الأمر عليه الربا في الجنسين المختلفين المتفقين في العلة، قال بيعوا كيف شئت، هل الفضل هنا ينظر إليه؟ لا، يبقى إذن واقف على النسيئة، ولكن يدن بيد لا تبيعوا غائبا من أبي نفس. ماشي فضل شيء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. هذا بين الأمر هنا على التعليل، وأنه قال من قواعد الكبرى في قواعد الأصول الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، لا يمكن يفرق بين متماثلين كما قال عمر بن الخطاب وغيره، لا يفرق الشرع بين متماثلين،
فلذلك قال المسألة وليست واقفة على ما جاء بالتصريح به في الأصناف، بل يقاس عليها غيرها. يا مصير، يعني المفروض الجميع بقى يشفعون. الإخوة ماتت، وأكيد الحر ولا عمل فيهم كده. أنا شايف موت، ما شايف موات أمامي، أموات. يعني بص أوفا مجد، أنت صاحي بس شوف بقى شكلك، شكلك رايح خالص. أجلس هذا هو، والإخوة كلها كده، والبحر الأزرق ده. بص يعني إيش إيش تروح مع العسل نحن. شغل ميه عشان تشغل ميه عشان تشغل ميه. ليه خلاص من اجل الاخوه؟ فهنا اراد ان يبين ان الربا ليس موقوفا عند الاعيان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل تتعدى لغيرها. فاشار الى ذلك على الايش؟ قال وكل كائن على الكيل والوزن والجنس بالجنس. وطبعا اتفقوا والأئمة كلهم اتفقوا على أن أصناف الربا ينقسم إلى جملتين. الجملة الأولى الذهب والفضة، الجملة الثانية البر والتمر والشعير، مطعومات والذهب والفضة. فهنا بيقول على الكيل والوزن إجمالا، لأنه يرى أن ربا الذهب والفضة هو الوزن، ومن ما نرى أنه جوهر الثمانية، هم يقولون بذلك أيضا ستأتي، لكن هم يرون الوزن. والجملة الثانية الطعم مع الطعم مع الكيل والوزن جنسا يكون مطعوم. يعني صالح قدامة رحمه الله فقوله من سائر الأشياء جميعها وضع سائر موضع جميع تجوزا وموضوعها الأصلي لباقي الأشياء. نعم، بيقول أنه يعني الشريعة جاءت لا تفرق بين مختلفين، هو بين متماثلين، وأراد أن يبين العلة والقياس في هذا الباب. طيب أنا نأخذ الجزئية الأولى بس منها ونقف عندها. تفضل. فيه قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا أحاديث كثيرة، ومن أتمها أو من أتمها ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. قال رواه مسلم. إذا هو أتى بهذا الحديث يبين لك أن الأصناف الربا المنصوص عليها ستة، ولذلك هو أراد أن يقول بأن هذه الأصناف الستة وقف عندها من وقف وقال لا تتعداها الربا في هذه الست فقط، وقالوا لأنه لا علة يمكن أن نقيس عليه، على أساس أنهم اضطربوا في شيء في التعليل، كلها استنباطات، ذلك العلة المستنبطة فيها شيء من الضعف. فلذلك ابن عقيل نفسه هو صاحب القياس صاحب العقل لم يأخذ به وقال هو في الأصناف الستة. طبعا ابن حزم الذي يلغي وينفي القياس قال إيش؟ قال ما في إلا الأصناف الستة. نعم. قالت هذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع. نعم. فاختلف أهل العلم رحمهم الله فيما سواه، فحكي عن طاووس فحكي عن طاووس وقتادة رضي الله عنهما ورحمهما أنهما قصر الربا عليها وقال لا يجري في غيرها، وبه قال داود وأنفاد القياس رحمهم الله، وقالوا ما عداها على أصل الإباحة لقول الله تعالى وأحل الله البيع. قال واختلف أهل العلم فيما سواها فحكي عن طاووس وقتادة رحمهم الله أنهما قصر الربا عليها وقال لا يجري في غيرها، وبه قال داود وأنفاد القياس رحمهم الله، وقالوا ما عداها على أصل الإباحة لقوله تعالى وأحل الله البيع. سبحان الله. واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت الربا فيها بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها، لأن القياس دليل شرعي فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه. هنا الصحيح في هذا الباب نقول لهم يرد عليهم ثبت العرش ثم انقش، يعني ثبت العرش ثم انقش.
أنا أقول لهم ثبت العلم، ائتنا بالأدلة على وجود العلة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.